أكبر نعمة ممكن ربنا يديها لك هي نعمة الصاحب. الصاحب على هيئة أخ، من هدايا ربنا علينا اللي ممكن يديها للإنسان هي هدية الصاحب. لأن الصاحب مش زي ما أنتم متخيلين إن هو ممكن يكون نص الحياة، الصاحب ممكن يكون كل الحياة. في أصحاب بجد يستاهلوا كل الحب اللي من القلب. هو الشخص اللي بيسمعك لما بتكون متضايق، هو الشخص اللي بيضحكك لما بتكون زعلان، هو الشخص اللي بيقعد يعمل حركات هبلة ومجنونة عشان بس يطلعك من الحالة اللي انت فيها. هو الشخص اللي بس انت ممكن تقوله كلمة انا متضايق ومخنوق يجيلك بسرعة من غير ما يكون متردد، حتى لو ما كانش عندك اخ ومتردد. في حاجات كتير ما بنقدرش نحكيها لأهلنا، بس ممكن نحكيها لصحابنا. وعليك انك تتمسك وتحافظ على الناس دي، الناس الصادقة معاك اللي بيسمعوك من غير تردد. لأن الحياة بمشاغلها بدأت تاخد مننا الناس دي وتغيرهم علينا، فأنت عليك تتمسك بكل قوتك أو ما تفقدش نفسيتك، لأن ربنا عوضنا بالناس دي. هي دي الناس اللي ممكن تواسيك وتضحكك وتخرجك من همومك. اتمسك بالناس دي ضروري، اوعى تفقدهم لأي سبب ما. حافظ على صاحبك وصديقك المخلص الأخ، لأن الأخ ما بتعوضش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.